سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في ديسك النجوم، أول برنامج حواري يستضيف النجوم من دون مذيع. الديسك هو اللي بيسأل، نجم هيطرح السؤال ونجم هيجاوب. أول ضيف الليلة النجم خالد الغندور. مساء الخير على كل الناس اللي موجودة معانا، ومساء الخير أيضا على كل المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان الكريم. هكون معاكم النهاردة، وهيكون معانا في الحلقات اللي جاية خمس نجوم، بس أنا اللي هبتدي مع نجم أو نجمة هسأله. أنا شخصيا بتمنى أنها تكون نجمة وتكون جميلة وأمورة، تفهمونيش غلط، احنا في شهر رمضان، بس يعني الحاجات دي نفسيا نوعا ما بتفرق معايا. مش انا اللي هختار، يا رب ده اللي هيختار. تيجي نشوف مين اللي هيكون معايا. يلا بينا. رشحها المخرج خالد باجت لمسلسل امس لا يموت امام الفنانة رغدة، الى ان جاء ترشيحها مرة اخرى من جانب المخرج هيثم حقي لمسلسل احلام في البوابة امام الفنانة سميرة احمد، لكن فرصتها الحقيقية كانت لما رشحتها المخرجة رباب حسين لمسلسل حضرة المتهم أبي أمام الفنان نور الشريف. اشتركت في عدد من المسلسلات والأفلام، من أهمها فيلم مسجون ترانزيت، مسلسل رجل وامرأتان، الأدهم، وآخرها مسلسل الهروب وتسع جامعة الدول العربية. معنا ومعاكم النجمة الحمد لله الجميلة قوي إيمان العاصي. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا إيمان؟ عاملة ايه؟ تمام. انا كنت بدعي من ربنا حاجة كده قبل ما تخش على الهوا، وربنا حققها لي، بس مش هقولها لك. ليه؟ هتبقى تعرفيها بقى اما الحلقه تذاع. اوكي هي حاجه مش وحشه يعني. طب تمام، اهم حاجه زي كده. ميرسي يا خالد. بصي انا هسالك اسئله، اوكي؟ بس على فكره الاسئله دي مش بتاعتي انا، عشان ما تقوليش اسئلتي غلسه رخمه، يعني حتى لو ظريفه مش اسئلتي دي، اسئله الحاجه اللي قدامي. اوكي اوكي مستعده؟ يلا يلا بينا. انت شبه مين؟ سؤال غريب قوي. انت شايفني شبه مين؟ لا، ما انت ممكن تكوني شبه مين شكل، ممكن تكوني شبه مين شخصيه. انا شبه بنتي. شبه بنتك؟ اه. الحب معناه انك مش مضطره تقولي، وعلامه استفهام كده. تقولي ايه بقى؟ يعني معنى الحب عندي يعني سؤال؟ اه ممكن. ممكن يعني الحب معناه انك مش مضطره تقولي، انك مش مضطره تقولي بقى اللي انت بتحبيه، بحبك 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 بحبك، يعني ممكن تقولي له بحبك برضو. يعني بحبك. هتقوليها يعني؟ اه اقول. ميرسي يا رب. ايه اكتر كلمه بتنرفزك تسمعيها تحس ان انت متنرفزه؟ مش معنى الكلمه يعني، اللي هو المعنى اللي هو لما مثلا تبقى عايز حاجه من حد مثلا ولازم تعمل، ان شاء الله ربنا يسهل، هو اللي هو يعني بيسكتك. اه هو طبعا ان شاء الله، يعني ربنا يسهل، دي حاجه جميله يعني جدا، حاجه طبعا حلوه، بس عندنا مش ان شاء الله ربنا يسهل ما بين قوسين هيطنش بيسكتك. طب عايز اقول لك حاجه بقى، ان في ناس صحابك يعني صحابك قوي انتيمك يعني، انت عارف صحابي ان اكتر حاجه ايمان بتقولها ربنا يسهل. ايوه صح. ده فعلا يعني سؤال غريب ورخم. انت متاكد ان مش اسئلتك انت يعني؟ لا ما اسئلتي، انا اللي بيطلع لي على بقوله على طول على السكرين. ايه هو المستحيل؟ اقول لك ايه هو المستحيل؟ انا ارد على السؤال ده، هو ده المستحيل. مستحيل ان انت تحبيني، صح؟ لا طبعا مفيش حاجه مستحيله. يعني ممكن تحبيني؟ هو مفيش مستحيل. الله اكبر يا جماعه. لا مفيش مستحيل عامه. شنب ولا دقن؟ لا دقن طبعا.
ده؟ اه تمام. لا خلاص يبقى لا انت كده على فكره انا بحب ان الانسان يبقى ستريت كده. اه لا دقن على طول. اه قراري يعني مفيش مرات تبقى شنب؟ لا دقن. دقن اهم يعني. ايه هو اللي شاغل بالك؟ لا حاجات كتيره قوي. ايه اهم حاجه؟ اهم حاجه؟ اه بنتي. بنت ربنا يخليها لك. ربنا يخليها. ايه اللي باين على وشك؟ اللي باين على وشي؟ اه بيبقى حاجه باينه على وشك على طول. هو بس الاكيد يعني اللي باين على وشي غير اللي جوايا. اللي جوا يعني بس. اللي بره غير اللي جوه. لا ما تفهمش غلط. انت اللي بتقولي اللي باين على وشي غير اللي جوايا. لا يعني ممكن ابقى متضايقه بس انت مبسوط فاجئ على نفسي وابقى مبتسمه عشان ما نكدش عليك. ده غلبانه يا امان والله. ايوه نروح للسؤال اللي بعد كده. تقولي ايه عشان تلطفي الجو؟ او عشان الطف الجو؟ اه الجو لطيف. اقول ايه؟ قول ايمان. اه اه كده هتلطفي الجو. اه عايزه تبوظي الجو تقولي خالد بقى. اعمل حاجه تانية انت عارفها. ماشي عشان ما نزعلش من بعض. ايوه بينا وبين بعض. اه ده سؤال مهم جدا وهحاول. انا مش عارف اجيبه ده. مين مقاس رجلك قد ايه؟ 38. طب خلاص مش هتجاوبي على مقاس رجلك قد ايه غير بعد البريك. ورجعنا مرة أخرى بعد البريك مع إيمان العاصي. إيمان. نعم. ريحتي في البريك كده ولا إيه؟ طيب الحمد لله، خدت نفس عميق. نخش على السؤال. مين أغرب إنسان شفتيه في حياتك؟ مين اغرب انسان شفتيه في حياتك؟ انت؟ انا؟ ايوه بسألك يعني. انت بقالكيش خمس دقايق شايفاني يعني، بقيت اغرب انسان شفتيه في حياتك. ازاي بشوفك على طول؟ اه يعني انا بالنسبه لك غريب طول عمري. بصراحة؟ اه. ايوه. بس غريب مش لازم حاجة وحشة، يعني غريب مش لازم حاجة وحشة. اه. يعني مش شرط أبدا يعني. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي. يعني ليه غريب كده؟ الناس بيتغير عليا. لا خالص. على المهم الناس تعرف بس ان ايمان اهلاويه جدا 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 وانا راجل زملكاوي فهي يعني ماشي ماشي يلا. مين اللي تحبي توظفيه كمساعد ليكي؟ يعني في شغل يعني مساعدة يعني. في مساعد او مساعدة انت بتحبي تفضلي يعني مثلا لما اقول لك مثلا سلمى انت هتبقى عارف مين سلمى؟ لا مش انا بقى عارف مين سلمى بس انت ما تقولي سلمى هتسمعك فهتفرح ان انت بتتكلمي عنها في التلفزيون فعلا؟ في التلفزيون صح؟ سلمى بحب سلمى. ماشي نروح للسؤال بعد كده؟ ارجوك. عايزه تسلمي على مين؟ عايزه اسلم على المخرج. المخرج؟ نروح. آه صيني ولا ياباني؟ ياباني طبعا. ياباني؟ آه معنى ما بحبش الصيني. معنى ياباني لا ياباني ها؟ أهم أهم يعني وأحسن هو بيبقى باين قوي الياباني يعني. أنا عندي موقف من الصيني. عندك كل حاجاتك ياباني ولا صيني؟ أنا واخدة موقف من الصيني عامة يعني. ليه؟ يعني أنت اي بنت ما بتيجي تبتدي تتجوز لازم مامتها تجيب لها الصيني. ما جبتيش الصيني؟ لا ما جبتش الصيني. طيب ماشي جبت الياباني. جبت الياباني ماشي خلاص. يبقى بعد كده اللي عايز يتجوز ما يجيبش الصيني يجيب الياباني. ماشي يلا بينا السؤال بعد كده. اه السؤال ده يا جماعه مش معقوله كده والله هتتضايق مني. بتنامي ازاي؟ نعم كده كده ولا كده؟ بنامي ازاي يعني؟ بتنامي ازاي؟ ممكن ما تنامي على جنبك اليمين، تنامي على جنبك الشمال، تنامي على ظهرك كده، ترفعي ايدك على جنب كده يعني. احط مخدة على وشي وانام. اه انت عايزه تموتي نفسك بقى. لا خدي بالك اللي بتحط المخدة دي بيبقى حاجتين، لا مش عايزه نور، انا بحب فماسكه المخدة كده وبتحلم. ممكن الاثنين. ممكن الاثنين؟ اه يعني مش عايزه نور وبتحبي. اه طب ماشي اوكي. خش على السؤال بعد كده. ازاي بتطمني حد خايف؟
اي حد خايف بقول له سيبها على ربنا، يعني خليه واثق في ربنا كده ويطمن. انا بطمن كده عامه. الله الله. فعلا كل حاجه انا بطمن كده يعني. يقول لك دع الامور تجري في اعنتها. نعم. ولا تبيتن الا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. طيب بس أدائك مؤثر قوي يا خالد بجد؟ اه. ايه رأيك؟ خديني في مسلسل معاك أرجوك. ماشي. إيمان ازاي نخرسك؟ بتخرسني ليه؟ هو السؤال كده، انا مالي؟ مش عايزه اسكت. يعني انت رغايه؟ تتكلمي كتير؟ لما بتكلم في موضوع يعني وكده محدش يعرف يوقفك. يعني رغايه يعني؟ لا، لما بتكلم في موضوع وعايزه اوصل مسج معينه ولا مين يقدر يقف قدامي خالص. اوكي. حاولش يعني. هتعملي ايه لو اكتشفتي انك عايشه في الوهم؟ يا نهار اسود، هحفر شويه تراب كده وادفن نفسي. كويس. يلا يلا بينا نروح بريك تاني ونرجع نتكلم نجمل اسئلتنا مع ايمان العاصي. ورجعنا لكم مره اخرى بعد البريك ومعايا النجمه الجميله ايمان العاصي. ما تسقفوا يا جماعه في ايه؟ معقوله كده؟ ماشي يلا بينا نروح للسؤال بعد كده. ايوه. مستعده؟ اه. تحبي اسنانك تبقى معموله من ايه؟ من الماز. من الماز؟ اه. فاكره المسرحيه بتاعت المتزوجون؟ انا فاشله. مش فاكره بجد اللي هي الحته اللي هو كان هيجوز واحده غنيه وقال فراجل ابوه فاكر ان هو طمعان فيها فقال له لا يا سعاده الباشا انا مش الشباب اللي بيجري ورا الذهب انا بحب الالماس. ولا انا بجريش ورا الذهب. انت بتحبي الالماس؟ بحب. اه. طب لو قدامك اختيار الماس وقدامك اختيار راجل بتحبيه تختاري الالماس ولا الراجل؟ لا انا بحبه طبعا. بتحبه طبعا؟ شاكك في الموضوع ده. انا شاكك في الموضوع ده لان دلوقتي كله بيختار الالماس بصراحه. لا الالماس بيروح. الله. بص انا هسالك السؤال ده وهتلاقي يعني ركزي مع تعبيرات وشي قوي ماشي؟ اتفقنا؟ صراحه اصلا تعبيرات وشك مخوفه قوي. لا يعني المره دي هتلاقيها طيبه جدا. ايمان لو تقدري تبدلي حياتك مع حد تاني هيبقى مين الحد ده؟ تيرارارا. اكيد مين؟ اكيد مش انت. هيبقى يعني رغم شويه الحاجات اللي انا عملتها لك دي برضو ما مش انا. اكيد مش انت. انا وصلتني. طيب يعني طب هيكون مين يعني؟ لا انا بحب حياتي بس انا يعني في برضو العصفوره قالت لي اي طفل مخه فاضي. طفل؟ اه. هتبدلي حياتك مع طفل؟ اه بس ما يكونش عدى سنتين. اه مع ان انا سامع يعني برضو من ناس قريبين منك قوي قوي ان في حد بيغير حياتك دلوقتي. بنتي. بنتك. لا انا عايزاها تبقى معايا يعني. انا شايف ان بنتك قايمه بدور البطوله النهارده. اه بنتي هي بطلة حياتي اصلا. ربنا يخليها لك يا رب. تمام. اسمها ايه؟ ريتاج. ريتاج اسم جميل ومش منتشر. نروح للسؤال بعد كده. تخبي فين مليون يورو؟ الله. قول لي تخبي فين مليون يورو؟ بنك اخبيه. اه يا عم دلوقتي مليون يورو ممكن تحطه في الدرج. تحت السرير. تحط في الدرج. لا في شنطه كده تحت السرير خلاص. صح؟ اه. طب مش هتعملي مشروع يعني؟ مش هتعملي مشروع بالمليون يورو؟ لا نسقعهم زي ما بيقولوا. سقعيهم؟ ماشي. طب لو انت عايزه تسقعيهم حطيهم في الثلاجه. ها 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 ها. طب ماشي. نروح ل ايه ده؟ السؤال ده غريب جدا. هو مفيش اغرب من الاسئله اللي انت عمال تسالها من الصبح. تفتكري ايه راي جزمتك فيكي؟
مالك ومال جزمتي يا اخي؟ مش يعني ممكن مثلا تكون بتقول لك حرام بقى ارحميني، ممكن تكون الجزمه بتقول لك. لا ليه هتقول لي كده؟ ايه هو وظيفتها ايه جزمه؟ ايه رايها فيا يعني؟ عندك كام جزمه؟ ده هم برضو بيسالوك السؤال. لا عامه يعني بسالك على طالما اتكلمنا على الجزم يعني. عندي الحمد لله. يعني بتحبي جزمه معينه تفضلي لابساها على طول ولا ممكن؟ يبقى كده هقول لك بصراحه، اكيد جزمتي تعبت مني يعني. انا فعلا بعلق مع جزمه او شنطه. اه هارد لك، الله يكون في عونهم. اوكي انت، هو معنى السؤال يعني ان انت ممكن تكوني مجنونه ولا لا؟ بس انا اسالك، ممكن تعملي حاجه غريبه وملهاش معنى خالص؟ ان انا برد على اسئلتك دي. دي مش اسئلتي. لك ايه؟ لا حلو. ولو مش عاجبك البرنامج يا ايمان قولي. عاجبني جدا. ماشي. اعمل حاجه غريبه مجنونه؟ بحب اعمل اي حاجه صعبه يعني. تحبي السفر؟ تحبي تسافري مره واحده كده الساعه 2 3 بالليل تطلع في دماغك سفر؟ يعني مثلا تبقى الدنيا قلق في مصر ومحدش يطلع على الطريق ومش عارفه ايه وصحراء عايز ياخد الطريق الساعه 2 3 بالليل واسافر اروح حتت غريبه بقى وحياه. تحب المغامرات يعني قوي؟ طب تمام. اعمل دايفنج من غير ما اخد اي كورس واي حاجه. تعملي دايفنج ولا دايت؟ ماشي. نروح لبريك اخير ونرجع نكمل كلامنا واسئلتنا مع النجمه ايمان العاصي. ورجعنا مرة أخرى ومرة أخيرة وعودة أخيرة للنجمة الجميلة إيمان العاصي. إيمان. نعم. أنا زعلانة إيمان، الحلقة قربت تخلص. أنا كمان زعلانة. وأسئلتي بجد؟ والله. خلاص ممكن نقعد مع بعض بره تعزمك على حاجة ولا ممكن ولا فاضية ولا؟ لا مش فاضية. مش فاضية، طب خلاص خلينا قاعدين هنا. لو بوستي ضفدع هيتحول لإيه؟ انت عارفه الضفدع لو مسكتيه كده هم بيعمل كده، رحت ماسكاه رحت عامله له كده هيروح متحول في ايدك. ايه ازاي بتفسر كده؟ هيتحول في ايدك في ايه؟ ليه؟ ورده. ورده على فكره مش انا اللي بقول الحاجات الرخمه دي برضه. لا والله حاجات غريبه مالهاش رد. هتعملي ايه لو عندك 12 عيل؟ يا نهار اسود. صعبة قوي. لا انا مش مصدقه ان حد عنده 2 و3. 12 عيل، انا لو كان عندي 12 عيل كنت عملت فرقه كوره. طب لو فيهم بنات ايه؟ ولو فيهم بنات؟ فيهم بنات، البنت زي الولد دلوقتي، مفيش مش كماله عدد يعني. صح. مش انتوا بتطالبوا بالمساواه؟ مش انتوا بتطالبوا بالمساواه؟ احنا اوريدي في مساواه. في مساواه يعني. خلاص ممكن تلعبي كوره والبنت بتلعب كوره دلوقتي. ايوه بس انا لو عندي 12 عيل لا هسيبهم واهرب. وتهربي؟ اولا عايز اقول لك حاجه، ان دي مش شخصيتك خالص، ان انت حنينه جدا وواضح من كلامك على بنتك. يعني عايش عذاب؟ لا يعني. بس برضه هتعيش عشانهم. هعيش عشانهم بس هتعيش معذبه. طيب نروح ل سؤال. مفيش اسئله ولا ايه؟ لو كنت ذبابة هتضايقي مين؟ هضايقك انا؟ على فكرة انا لا لا هضايق اختي فاطمة. ايه؟ على فكرة لو الذبابة، لو الذبابة في جمالك عمري ما اتضايق منها. حركتك صح؟ حركتك؟ مش قوي. طب ماشي يلا. أوكي. يلا ماشي. كنت زعلانه قوي من 12 عيل؟ طب إيه؟ خدي السؤال ده بقى، هتعملي ايه لو صحيتي في يوم من الايام لقيتي نفسك انت الوحيده على سطح الارض؟ مش 12 عيل ارحم؟ اه صح؟ انتحر. عايش ليه؟ لا بس هو احساس حلو قوي، بس هي فعلا الجنه من غير ناس ما تنداس. تنداس تنداس جنة يعني هعيش ازاي لوحدي في الدنيا؟ تنداس؟ لا جنه من غير ناس ما تنداس. ما تنداس. اه انت صح. تنداس ايه بقى؟ ايوه لا يعني ايه؟ لا هنتحر بجد؟ لا بجد قولي لي، جاوبيني على السؤال، كنت هتعملي ايه بجد؟ بص هو انا بحب يعني ان انا ما بحبش ان انا ابقى في وسط ناس. عارفه انا لوحدي كنت عملت ايه؟ ايه؟ كنت اتكلمت في التليفون. والله كنت عايزه اقول لك كنت هكلمك بس حاسس ان انا بتأخر. لا صعب قوي.
لو ادوكي 10,000 دولار ممكن تطلعي على التلفزيون لابسه موزه؟ لا لا طبعا يعني ما يتزقوش ال 10,000 دولار دول. لا لو كنت في خطر اي بطل تحبي ينقذك؟ خالد طبعا غندور. ايه؟ خالد طبعا غندور طبعاً. وانا بصراحة هنقذك بصراحة يا امان بجد. يعني مش هتقول يلا نفسي يعني؟ على فكرة ده كان اخر سؤال معانا فعلا؟ وانا زعلان قوي. الحلقة خلصت. من كنت منوراني ودمك خفيف قوي والحلقة كانت جميلة وانا فرحان ان انا سألتك النهاردة وبشكرك. مرسي يا خالد. انا كان مبسوطة ان انا احنا بنهزر طبعا طول الوقت يعني مش بسخف طبعاً عليك احنا بنهزر يعني. على فكرة بنهزر انا وانا صحاب يعني. وبنهزر طيب انت انا المرة دي ايه رأيك في فكرة ان انت اللي تسألي؟ انت دلوقتي سألتي انت المرة الجاية تسألي احلى السؤال ولا الاجابه؟ لا طبعا اسئله طبعا. انا اسالك والله يا ويلي هتسال اسالك. خلاص وصلنا لنهايه الحلقه واشوفكم على خير. روحوا كله بقى كفايه كده روحوا كله يلا.